ايوه يا ابني، انا خلاص داخل على القهوه وقربت. اه تمام، انت كده قريب. لا لا تمام، انا كويس. شويه زغلله كده وهتروح لحالها. يلا سلام، باي باي. جيب المايه يا ابني. حاضر يا عم، كنا بنسمع الاخبار ولا الدنيا عطير؟ تشرب ايه يا باشا؟ شاي. شاي. ياسين. 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 ايوه يا احمد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، كويس انك جيت بسرعه. ما انا جاي من البيت. انت ايه اللي رجعك البيت؟ إيه، كريم كان مصور شويه فيديوهات وكنا عاوزين ننزلها على النت. طب وايه؟ بس نزلتهم واول ما انت كلمتني جيت لك على طول. المهم انت اخبارك ايه؟ تمام، هي بس شويه الزغاله دي بس انا تمام. طيب ما تقلقش خالص، انا مش عايزك تقلق. صحيح، هي ساره عملت ايه؟ نزلت معاكم النهارده؟ ايه ساره مش هتنزل خالص. ثانيه يا ياسين، مامتها مغلسه عليها وقفشه ومش راضيه تنزل. طب حد من صحابنا حاول يكلمهم في البيت؟ والله كلمت امنيه. اهدى يا ياسين، ثانيه واحده. كلمت أمنية تحاول مع مامتها، بس مامتها مش مقتنعة خالص. ياسين. أيوة ممكن بقى تركز معايا ثانية؟ أوكي أنا أيوة. معاك أنا كمان. ثانية ياسين، ثانية. مفيش حاجة اتأثرت، كله سليم. لا انا مش هترشب الشاي. ايه اللي حصل يا باشا؟ ممكن بعد اذنك تجيب له عصير؟ بعد اذنك ممكن بسرعة شوية؟ بس كله تمام كده. تمام. طب حسابنا كام كده يا ريس؟ هو ايه اللي حصل؟ هو كويس يعني؟ طب هقوم انا عشان لازم ارجع المظاهره. طب استنى بس تشرب عصير. لا انا لازم اروح دلوقتي. طب استنى بس، استنى. يلا طب استنى، حاسب ونم الحاجات. طيب واجي معاك. اتفضل.
you